واحد يمشي بحاله، يمشي بحاله، ما دار والو، ما دار والو، ما دار والو، ما دار والو، والتعويضات والو، التعويضات والو، والتحفيز والو، ويمشي بحاله، 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 ما دار والو. اليوم الوقفة جات على نداء الجامعة الوطنية للصحة نظرا للحوار المغشوش والحوار الأحادي للسيد وزير الصحة اللي كيتغادى على جميع القرارات اللي تتخذها الشغيلة الصحية اللي اشتغلت هذه مدة 5 أشهر وما كاين حوار، ما كاين تعويض، ما كاين عطلة سنوية. احنا بالنسبة لنا الحوار مسدود لأنه دار قرار أحادي، والحوار احنا باقي ما عرفناش اشنو هما التعويض اللي جابيه. جاب 1000 درهم و2000 درهم و3000 درهم باللي كتقسمها كتجي 3 درهم و20 فرنك للنهار مدة 5 شهور. واش هذا التعويض؟ بالله عليكم يعطيهم التعويضات تاع لاكارد ريزيدونسيال ونقولوا راه هاد الناس تيخدموا لاكارد تاعهم دو 24. والمطالب راه كثيره، راه في البلاغ، دابا نسلمك البلاغ انه مطالب كاينه ولكن اللي غياخذ القرار ما كاينش، غائب عن الساحه. نقصوا لنا من السالير ديالنا، حرمونا من الكونجيات ديالنا، وما عطاوناش تعويضات نهائيا، وما نزلوش للميدان اللي كنخدموا فيه غير يشوفونا. حرام، هادشي حنا حسينا به بانه ظلم. ثانيا بان الموارد البشريه ضعيفه بزاف، قليله سورتو في القطاع العام، وما كاينش غومبلاسمون، ما كاينش ناس اللي غادي يدخلوهم لينا، طاقم طبي اللي غيعاوننا، باقي معتمدين على هذاك الطاقم الخليل. وهاد الطاقم الخليل كيخصو بزاف تخصصات، لا جينا للغياليماسيون الانعاش ما كاينش منعشين، ما كاينش اطباء الانعاش قلال، يعني ما يقدروش يواكبوا هاد المرض اللي دابا في توافد وفي زياده كبيره. احنا ضرينا بزاف لان كاين ناس اللي بقاو في لي كارد وما مشاوش لديورهم، ما شافوش ولادهم، وداك دوزنا المرحله الاولى تاع الوباء، دابا جات المرحله الثانيه وحنا باقيين ما استفدنا لا من كونجيات لا من تعويضات لا من حتى حاجه. يعني كنحسوا بالحقره، كنحسوا بالظلم، كنحسوا بالتعسف تاع هاد الوزاره، ما شافتش فينا، ما رداش فينا البال، ما عطاتنا حتى شي حاجه. الرباط قمعتوها، الرباط قمعتوها، الرباط قمعتوها، الرباط قمعتوها، الرباط قمعتوها، الرباط قمعتوها، الرباط قمعتوها. بالنسبه للقيام بهاد الوقفات هذه كانوا وقفات جهويه على مستوى التراب الوطني، توصلنا للتو بالاعتداء السافر اللي تعرضوا ليه الزملاء ديالنا المناضلين ديال الاتحاد المغربي للشغل في كل من الرباط ومراكش. هذا من بعد سميتو الاعلان على الوقفات ديالهم السلميه طبعا في اطار القانون، في اطار النقابه المواطنه الاتحاد المغربي للشغل، كيتعرضوا للاعتداء اللي مرفوض. وحنا كنبلغوا التضامن ديالنا مع الاطر الصحيه بجميع تراب المملكه، وكنبلغوا التضامن ديالنا مع الاخوان ديالنا التابعين للاتحاد المغربي للشغل اللي تعرضوا للاعتداء في كل من الرباط ومراكش. بالنسبه حنا درنا واحد الاجنده ديالنا، الاسبوع المقبل غتكون واحد الوقفه امام وزاره الصحه على الصعيد الوطني. بكل صراحه خساره الفلوس، انا هذا المال اللي كيتخسر في بعض الماتيريال ولا في بعض المسائل اللي ما كتهمش الموظفين، يشغل غير بعض الاطر اللي غيعاونوا يدخلوا لي ريسورس اللي ما حنا بغينا الاطر الصحيه. وزير الصحه، رئيس الحكومه، من هذا الباب كنناشدكم انكم تنقدوا المواطنين ديالكم. المواطنين راهم واحد بانهم المستشفيات عمرات وما بقاش فين ينعسوا هاد المرضى، وانتوما ناعسين، التعويضات ما كايناش، الاطر غائبه، لانه انسان كيخدم 24 ساعه وكيتعوض 24 ساعه، وما عندناش الاطر اللي غتخدم داخل لافوار، داخل بن سليمان، داخل جديده. راه حرام عليك انه كتبدا تسكن الناس والاطر الطبيه والشباب الممرضين ما كاينينش، كاين نقص في العدد. وكنبداو نحولوا كل مره نقلوا ممرض، اجي من دار بوعزه، اجي من بوسكوره، اجي من سفيد. هذا حرام عليك، انك خصك تكون مسؤول وطبيب، وراك طبيب وعشتي معنا واحد المده وسيرتي مستشفى كبير داخل جهه فاس، ولكن راك رجل
بدون حوار سد عليك الباب، وعندك مدراء كلهم بالنيابه، كاتب عام بالنيابه، وكيفاش بغيتي تمشي هذه الوزاره؟ ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.